السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نكمل وياكم درسنا الأحياء للصف الرابع العلمي. وصلنا صفحة 70. أخذنا الدرس السابق، أخذنا طبعا نحن بدينا بالفصل الخامس، أخذنا العوامل المؤثرة في البيئة ووصلنا لحد الرطوبة صفحة 70. يلا عيني خلينا نلخص الرطوبة. تعريف الرطوبة، يقصد هي توافر جزيئات الماء في الغلاف الجوي أو في سطح التربة أو في أعماقها. تعريف باللون الأحمر، يعد عامل الرطوبة ذو أهمية كبيرة في بيئة اليابسة بينما يفقد تأثيره في البيئة المائية. طبعا هنا تجي على شكل فراغات. يشمل مفهوم الرطوبة تساقط جزيئات الماء بصورها المختلفة وبأنواعها المختلفة كالأمطار والجليد والثلوج والبرد، والتي تعد مصدر الرطوبة الرئيسي في التربة. عامل الرطوبة ذو علاقة من عوامل بيئية أخرى مثل درجة الحرارة والرياح وأشعة الشمس. هنا أكو سؤال شيجيك، يا أما سؤال أو تعليل بكيفك أنت تحسبها حسبها. المهم أقرأ لي السؤال شي يقول لك. علل درجة الحرارة والرياح تأثير بالنسبة للرطوبة في الجو. أقول لك جواب، كلما زادت درجات الحرارة زادت قابلية جزيئات الهواء على حمل بخار الماء، أما الرياح فإن الجافة منها تقلل الرطوبة والعكس صحيح بالنسبة للرياح الرطبة، ويكون تأثير الإشعاع الشمسي غير مباشر من خلال تأثيره في ارتفاع درجات الحرارة. ولابد من القول بأن الغطاء الخضري له تأثير واضح في زيادة الرطوبة من خلال عملية النتح التي تقوم بها النباتات. هنا أكو تعليل، تعد الرطوبة من العوامل المحددة في بيئة اليابسة لنمو النباتات وازدهار الأحياء وانتشارها، وهي في ذلك تشارك درجة الحرارة في هذه الأهمية. نقول على سبيل المثال، تنتشر الغابات من المناطق التي يبلغ معدل التساقط السنوي فيها أكثر من 250 ملم سنويا، في حين تنمو الحشائش في المناطق التي لا يتجاوز معدل التساقط فيها عن 100 ملم سنويا. تظهر النباتات تحورات مظهرية وتشريحية تتناسب مع الرطوبة في المناطق التي تتواجد فيها، فالنباتات التي تعيش في بيئة صحراوية قاحلة تصبح بحاجة إلى تحورات مظهرية مثل تقليص المساحة السطحية الكلية للنباتات. طبعا هناك تعليل، لماذا نقول تظهر النباتات تحورات مظهرية وتشريحية تتناسب مع الرطوبة في المناطق التي تتواجد فيها؟ أقول الجواب، لأن النباتات التي تعيش في بيئة صحراوية قاحلة تصبح بحاجة إلى تحورات مظهرية مثل تقليص المساحة السطحية الكلية للنباتات في الساق أو الأوراق، أو تحورها إلى أشواك فضلا عن تحورات تشريحية مثل زيادة الأنسجة الخازنة للماء كما في الصبير. تظهر بعض النباتات زيادة في حجم المجموع الجذري بحيث تصل جذورها إلى أعماق كبيرة في التربة بحثا عن المياه الجوفية، وتكون ثغور الأوراق غائرة للتقلقل من فقدان الماء. ومن الأمثلة الشائعة لهذا النبات نباتات الشوك والعاقول التي تنتشر في صحار العراق. أما بالنسبة للحيوانات فإن للرطوبة علاقة مباشرة وغير مباشرة. فنقول هنالك العديد من الحيوانات تتخذ من المناطق الرطبة مواطنة لها مثل الهائمات الحيوانية والديدان والقواقع والأسماك والضفادع والتماسيح والثعابين والجاموس وغير ذلك، وتعتمد بعض الحيوانات في غذائها ومعيشتها على النباتات فتتواجد معها، وبالتالي فإن علاقة الحيوانات بالرطوبة هي علاقة غير مباشرة. وهناك بعض الحيوانات تستطيع أن تتحمل الجفاف والعطش كالجمال التي تعيش في بيئة صحراوية. نأخذ الرياح، نقول لك للرياح تأثيرات مختلفة على الكائنات الحية. ما هو مباشر وغير مباشر؟ مباشر وغير مباشر من خلال تأثيرها على عدة من العوامل البيئية في النظام البيئي بشكل عام. يمكن القول أن هناك تأثيرات إيجابية للرياح وأخرى سلبية. هذه الإيثار الإيجابية وهذه الإيثار السلبية، هذني نقاط تحفظون. يقول لك ما هي الإيثار الإيجابية وما هي الإيثار السلبية، تحفظون ماكو داعي أقراهن. نجي على الضغط الجوي، نقول له عوامل الضغط الجوي أو أهميته، شوفوا شنية. المهم نقاط، أولا ليس للضغط الجوي تأثير مباشر على الأحياء،
وبالتالي فهو لا يعد عاملا محددا مباشرا للكائنات الحية، ولكن بدوره يكون تأثيرا على المناخ والطقس الذين يمثلان عاملين محددين للكائنات الحية بشكل مباشر. يزداد الضغط الجوي في البيئة المائية مع زيادة العمق، وتستطيع بعض الحيوانات تحمل الضغط الجوي بمديات واسعة، خصوصا إذا كان جسمها لا يحوي هواء أو غازا حرا، لكن الضغوط الكبيرة تكون عاملة مثبطة لنمو الأحياء. إنها تردون على شكل نقاط، نقطة الأولى والثانية، أو تردون على شكل تعليل، يقول لك ليش الضغط الجوي إلى تأثير مباشر على الأحياء، أقول لك يكون تأثيرا على المناخ والطقس. نجي على التربة. التربة تمثل التربة تعريفها هي الطبقة السطحية التي تغطي القشرة الأرضية والتي تأثر بالعوامل البيئية المختلفة كالحرارة والرياح والرطوبة، وتنمو في التربة الأنظمة الجذرية للنباتات فضلا عن نمو الحيوانات والأحياء المجهرية كالبكتيريا والفطريات. كيف تتكون التربة؟ تتكون التربة من تعرية وتقنيت تتكون التربة من تعرية وتفتيت الصخور، تعرية وتفتيت الصخور التي تؤدي إلى تغيرات فيزيائية. مثل إيش التغيرات الفيزيائية؟ تفتت الكتل الصخرية إلى أجزاء صغيرة الحجم بفعل عوامل فيزيائية مثل الماء والحرارة والرياح والجليد والجاذبية، أو نتيجة تغيرات كيميائية. طبعا تغيرات فيزيائية وكيميائية، الكيميائية كعملية الأكسدة والتميؤ والكربنة، ونقصد بها أحد أخذ ثنائي أكسيد الكربون والحامضية وتفاعلات الأيونات والأملاح المختلفة والمواد العضوية، كما يلعب النشاط الأحيائي دورا مهما في تكوين التربة. تتحلل المادة العضوية بفعل المحللات الأحياء الدقيقة كالبكتيريا والفطريات. هنا أكو تعليل إن من الخواص المهمة للتربة هي تفاعلات محلول التربة. الجواب لأن النباتات والبكتيريا تتأثر بحامضية وقاعدية التربة، والتربة الحامضية تظهر في مناطق تكون الأمطار الساقطة فيها غزيرة، إذ يؤدي ذلك إلى غسل المواد القاعدية فيها. أما التربة القاعدية فتكون نتيجة تراكم أملاح كربونات الكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم. ما هو أثر التربة، أثر النباتات بالتربة؟ يعود الغطاء الخضري النباتي عاملا مهما وذو تأثير كبير على زيادة خصوبة التربة والمحافظة عليها من تأثير عوامل التعرية، فهو يعد من سرعة الرياح، وبالتالي يبقى التربة محتفظة بموادها العضوية والغير العضوية فضلا عن المحافظة على كمية الرطوبة فيها. يقول لك شنو أثر النباتات بالتربة؟ تقول له هذين السطرين النص. شنو أثر الحيوانات في التربة؟ أقول للحيوانات تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية. على سبيل المثال يبني النمل الاستوائي تلالا قد يتجاوز ارتفاعها عدة أمتار ويعمل على تخريب مكونات التربة، وتقوم ديدان الأرض وبعض أنواع القوارض بحفر التربة وتقليبها، وبالتالي تساعد على تفتيت التربة وتهويتها والسماح بانسياب الماء بين طبقاتها. ومن المظاهر الإيجابية لأثر الحيوانات في التربة أثر حيوان القندس في تكوين التربة، حيث يقوم بقطع سيقان النباتات الخشبية واستعمالها في حجز الأنهار. وبذلك يعمل على ترسيب كميات كبيرة من التربة المنجرفة مع مياه الأنهار، ويؤدي ذلك إلى تكوين تربة صالحة لنمو النباتات والحيوانات التي تعيش على النباتات. تعيد إلى التربة ما فقدته من أملاح معدنية عن طريق بضلاتها، وتحلل أجسامها بعد موتها بفعل المحللات الموجودة في التربة. طبعا الحد الحرائق، ونختم المحاضرة، وإن شاء الله التوفيق.